منتابع مع برامج عم تنعرض حاليا على شاشة الام تي في مسلسل مثل القمر. متابع هالمسلسل الرومانسي يلي بيحكي قصة حب شبه مستحيلة بين قمر وجهاد. متابع كل ليلة على الساعة 9 إلى ربع على شاشة الام تي في. خلينا نشوف. من هاللحظة بلشت معركتي معك يا جهاد الرئيس. العمى بقلبها شو حلوة. مين كان بيقول انه بتصير هيك؟ وقت اللي اجت الغسالة ما كانت سامعة فيها، هلا الكتاب بضل بإيدها وصايرة بتعرف وبتفهم بكل شيء. أني ياله، نحن بنخلق خدم وبنموت خدم. لأنه عنا شرف وأخلاق. شو قصدك زكية؟ ما قصدي كتير واضح يا هبلة، ما عرفت شو قصدي؟ معقول؟ لهالدرجة؟ بأكيد لهالدرجة، لو ما لهالدرجة ما كانت وصلت. منتابع مع المسلسلات ومنوصل لثلاثية بعد الفراق من سلسلة مدرسة الحب يلي عم تمرق الأحد الاثنين والثلاثة على الساعة 10:15 على شاشة الام تي في من بطولة أمل عرفة، عبد المنعم عميري ونادين خوري. قصة بتحكي حب وعذاب وفراق. خلينا نشوف مشهد ونرجع. خليني واقفة على الباب كتير؟ لا ولو. يا أهلا وسهلا، تفضلي. بلاقي كل شيء على حاله، ما تغير شيء. إذا بتغير أي تفصيل بالبيت يخصك، بموت قبل أوان. غريب، مع انك كنت توصف اغراضي كلها بالكركب. كنت غبي. شايفة هالجرة نزل؟ إذا ما بشوفك اليوم ما بعرف شو بصير لي. إذا أي تفصيل بتعلق فيك بالبيت ما بشوفه، ما بسامح حالي، بحس في شي ناقص. سامحني ورد، بس ما عم بقدر صدقك. حسيت مو ضروري وما بدي تصدقيني، بس بدي تسامحيني. اما هلا فرح ننتقل على المطبخ مع شيف جاد وستيفاني لا يعطينا افكار لا وصفه لليوم. خليكم معنا.